السلام عليكم شباب، إن شاء الله المحاضرة دي تكون آخر محاضرة خاصة بالجزء الفلترز وخاصة معايا، وإن شاء الله دكتور سعيد يكمل معاكم الجزء الباقي في المادة. فإن شاء الله هنتكلم عن الجزء بسيط جدا في الفلترز كان باقي، وأي أسئلة يا ريت تجمعوها وأنا أجاوب عليها إن شاء الله، وإن شاء الله نحاول نعمل لكم امتحان صغير كده الأسبوع الجاي ولا حاجة إن شاء الله على التلات شباتر اللي أنا قلتهم، اللي هو توبورت نتورك والفلترز ورزونانس، بامتحان صغير كده إيه نحاول نعمله أونلاين بحيث نغطي الإيه الأجزاء ديت. وأي استفسار يا ريت تبعتهولي بحيث إن إحنا إيه نتناقش فيه. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الباند ريجكت فلترز. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الباند باس فلترز، وقلنا ان الباند باس فلترز ان هو بسمح بمرور تيارات ترددات محددة، يعني مثلا بقول من 10 ل 20 كيلو هرتز، او من 20 كيلو هرتز ل 30 كيلو هرتز. قبل ال 20، لو من 20 ل 30، قبل ال 20 مش عايزه، وبعد ال 30، لو 20 ل 30، بعد ال 30 مش عايزه. فقلنا ان احنا بنستخدم اللو باس فلتر والهاي باس فلتر كاسكيدد مع بعض، وبنخلي اللو باس فلتر اعلى من الهاي باس فلتر في التردد، فمعنى كده ان هو اقل من اللو هيسمح، اكتر من الهاي هيسمح، فيديني الترددات دي بس. الباند ريجكت فلتر هنا انا عايز ترددات معينة ما تظهرش، يعني مثلا قلت من 10 ل 20 ده ما يظهرش، لكن اقل من 10 يظهر واكتر من 20 يظهر، لو من 10 ل 20، فعايز الجزء من 10 ل 20 ده ما يظهرش معايا، فاسمه ايه باند ريجكت فلتر. ريجكت الاوتبوت فور سيرتين باند اوف فريكوانسي اند بيرميت ذا اوتبوت فولتج تو بي هاي فور لو اند هاي فريكوانسيز. ذا باند ريجكت فلتر كان بي build by one of the following circuits، يعني في بعض الدوائر ان انا من خلالها ببني الباند ريجكت فلترز. احد الدوائر ديت هي بارل باند ريجكت فلترز. في الدائره دي بستخدم الهاي باس فلترز واللو باس فلترز، بس بستخدمهم مع بعض ايه بارل، يعني بجيب دايره الباند الهاي باس فلتر سواء بقى كانت ار ال او ار سي، واللو باس فلتر سواء كانت ار ال او ار سي، بوصلهم توازي مع بعض، والاوتبوت بتاعي بيبقى عباره عن باند ريجكت فلترز. النوع الثاني سيريز اند بارل ريزونانس باند ريجكت فلترز. ممكن ما استخدم دايره السيريز ريزونانس والبارل ريزونانس. الشكل الاولاني ده اللي هو السيريز ريزونانس اللي عباره عن ار واحد ال واحد سي واحد، باخد شكل الاوتبوت بتاعي على ار واحد ال واحد سي واحد، ده الفي اوتبوت والفي اس على الدايره كلها، دي بسميها اللي هو السيريز ريزونانس باند ريجكت فلتر، وده البارل ريزونانس باند ريجكت فلتر. هنا بقى عندي السي توازي مع ال ار ال مع الاكس ال، واخد الاوتبوت على ال ار ده الفي اوتبوت، وهنا الفي اس. فممكن برضو احد الدوائر ديت تعمل ريجكت لمنطقة محددة من الترددات، واقل منها مسموح واكبر منها مسموح. فهنا لو قلنا خدنا السيريز ريزونانس سيركت اللي هي الدايرة اللي انا في اس ار واحد ال واحد سي واحد، اخد هنا الفي اوتبوت، فانا عندي هنا القوانين بتاع ده خدناها قبل كده، ان الاف سيريز عبارة عن واحد الاف ريزونانس للسيريز، اف ريزونانس للسيريز عبارة عن واحد على اتنين باي جذر ال واحد في السي واحد. طيب لما يحصل ريزونانس، يعني معناها الاكس ال واحد بيساوي الاكس سي واحد، فهنا لو عايز اجيب الفي اوتبوت يبقى الفي اوتبوت عند ريزونانس اللي هي الفي اوتبوت منهم هتساوي كام؟ الفي اوتبوت مينيمم هتساوي اللي هو ار واحد على ار واحد زائد ار في الفي اس. وممكن احسب برضه اللي هو الكواليتي فاكتور اللي هو الكيو اس عباره عن اكس ال على ار واحد زائد ار، اللي هو هيساوي 2 باي اف
في اس في ال على ار زائد ار واحد، والباند ويتس عبارة عن ال اف اس على ايه على ال كيو اس. واخدين معظم القناة دي قبل كده في الايه في الريزونانس. طيب البرر الريزونانس سيركت، هنا الدائرة بتاعتي هتبقى سي واحد توازي مع ار ال اكس ال، واخد الاوتبوت على الار، فهنا الاف بي اي هيساوي واحد على اتنين باي جذر ال سي، و ده الاف برر الريزونانس. فهنا ال في اوتبوت مينيموم هيساوي الار على ار زائد زد تي بي في ال في اس، والكواليتي فاكتور في حالة ان ال كيو ال اكبر من او تساوي العشرة، فهنا ال كيو ال هتساوي اكس ال على ار ال، يعني بيساوي اتنين باي اف اي في ال ال على ار ال. ومعظم القوانين دي احنا واخدينها قبل كده في شابتر ريزونانس. والباند ويتس هيساوي ال اف بي اي على ال كيو بي. هنا لو شفنا شكل ال في اوت مع الفريكوانسي، يعني ما بين اف واحد واف اتنين ده الجزء اللي انا مش عايزه، ما بين اف واحد واف اتنين ده اللي انا عايز اعمل له ريجكت. اقل من اف واحد ده انا عايزه يكون موجود في الاوتبوت، اكبر من اف اتنين ده اللي انا عايزه. والريزونانس اللي هو الاف اس سيريز ده هو اللي هو حصل عنده الايه غني. فهنا ده رسمة الباند ريجكت فلتر.